الانترفيو. رجعنا معكم من جديد في إكسبريسو، مواصلين معكم في حواراتنا. كما قلنا باش يكون لنا عودة على الأخبار كيف في الحقيقة البارح، معناتها الانتغيم تاع التوينس الكل اللي هو التحوير الحكومي اللي صار، والتحوير الوزاري اللي صار البارح من قبل رئيس الجمهورية. احنا حاضر معنا المحلل السياسي السيد صلاح الدين الجورشي، جستمون باش ناخذوا معاه قراءته للوضعية هذه. صباح النور واهلا وسهلا بك سيد صلاح الدين. يومك سعيد، صباح الخير. بالفعل فوجئنا بهذا القرار وبهذا التحوير، يعني ليس فقط تعديل كالعادة متاع وزير أو وزيرين، وإنما كان تقريبا تحوير شامل، تقريبا ضم أو شمل أغلب الوزراء في الحكومة السابقة. واضح، هو للتوضيح بريسك كل الوزارات ما عدا وزارة العدل، وزارة الداخلية، ووزارة المالية، هذوما ثلاثة وزارات اللي ما تمش تحوير فيهم. دجا لفت أنه تم الإبقاء عليهم، معلش قراءتك للموضوع. شوف، هو هذاك إحدى عناصر المفاجأة في التحوير. أولا التحوير جاء في الصيف بشكل معناها فجئي، وثانيا شاملة كما قلنا كل الوزارات إلا الوزارات التي ذكرتها. وهذا لحقيقة أثار الكثير من التساؤلات، لأنه أول مدير الداخلية مازال تم تعيينه، لم يكن منتظر بأنه يقع تحويره. لكن بالنسبة لوزيرتي معناها العدل والمالية يكثر حولهم الحديث، واللي كان يتوقع الكثير من المراقبين وكذلك الناشطين في الساحة السياسية بأنه سيشملهم هذا التحوير، لكن تم الإبقاء عليهم، مما يعني بأن الرئيس ما زال يثق في هاتين الوزارتين ثقة كبيرة استثناهما من هذا التحوير. يعني تقول انت هذا كل نجم نقراوه كثقه في الوزيرتين على راس وزاره العدل والماليه، قلت انت برغم انه الانتظارات كانت شيء اخر. هو الحقيقه معناها لانه وقع نقدهم، وقع برشا حديث حول ادائهم، وخاصه يتعلق الامر بوزيره العدل، ورغم كل الكلام اللي دار في الفيسبوك وفي خارج الفيسبوك على مستوى الطبقة السياسية، مع ذلك الرئيس اعتبر بأنهما محل ثقة، ولذلك ما زال يراهن على أدائهما وأبقاهما في التشكيلة الجديدة. الصناعة والتجهيز، زاد سيد عماد درويش قاعد يتبع فينا ويتبع في الحوار، قال لي الصناعة والتجهيز كيف تم الإبقاء عليهم؟ اي معناها ثم شوف ثم في التحويرات هي ثم وزارات تحتل درجة أولى في اهتمام الرأي العام. لماذا؟ لأنه تقريبا هما اللي يعتبروا مركز الثقل، بما أنه في الفترة الأخيرة الحقيقة وقع التركيز كما قلنا في النقد وفي الإشاعات وفي التوقعات على وزيرتي العدل والمالية. علاش؟ لأنه أولا معناها بالنسبة لوزيرة العدل كثر الكلام حولها، وكثر الكلام خاصة في إطار هذا السياق السياسي اللي هو صعب وأصبح غير مفهوم على مستوى التقييم المنطقي. معناها المحاكمات التي تمت، الصراع الذي دار على مستوى معناها الاعتقالات والتعامل مع الموقوفين والسجناء، معناها الملف تضخم واصبح يمثل مشكل كبير في مستوى فهم ماذا يجري في تونس وماذا يجري في الحكومه وماذا يجري في سياسات الرئيس. فبالتالي التحوير عاده يشمل الناس اللي ولوا مقنعين على مستوى الطبقه السياسيه وعلى مستوى الراي العام. معناها وزاره العدل معناها احتلت جزء مهم. وزارة الصناعة بطبيعة الحال وزارة تقنية، والرئيس قيم بأنه الأداء كان جيد
هل هذه الأهمية مثل وزارة العدل ووزارة المالية؟ الو نسمع فيك سي صلاح الدين. جوست لو تع... معناتها جوست لو كنت تغير شوي المكان اللي فيك، الصوت بعض ساعات يتقطع ونتروف معناتها اون ديفيكولتي باش نسمعوك كوم يفو. دونك بالنسبه لهذوما الوزارات اللي ما صارش فيهم تحوير، التحوير اللي صار في العدد الكبير هذايا نتاع الوزارات واللي قاعدين نتابعوا فيه وقاعدين نقراوا فيه، السؤال اللي يطرح نفسه هو الوزراء اللي تم تعيينهم هما في معظمهم من صلب الإدارات المعنية، يعني شفنا شكون وزارة التعليم العالي اللي من الوزارة في حد ذاتها نقاوه معناتها على رأس الوزارة هذيك يخدم في الإدارات التابعة لها، وشفنا زادة كيف كيف عودة لبعض الأسماء اللي كان تمت إقالتها سابقاً ورجعت اليوم نقاوها في على رأس إحدى الوزارات. شوف، ثم مشكلة مع الرئيس قيس سعيد في قضية التحويلات. أولا يعني لم يترك لأي حكومة إمكانية الاستقرار في مستوى الأداء الوزاري، يعني تغييرات متتالية مما يربك عادة العمل الحكومي ولا يجعله معناها يعطي أداءه بشكل جيد. الأمر الثاني هو أنه عنده دائما نزعة قائمة أو صفة قائمة أنه لم يعد يعتمد على الناس اللي عندهم خبرة سياسية، وإنما يعتمد على وجوه مش معروفة ولا خاصة يعتمد على الأداء الإداري البيروقراطي، وبالتالي هناك إيمان وإصرار من طرف الرئيس على أن تبقى حكومته بعيدة عن الأداء السياسي. وهذا مفهوم لأنه الرئيس احتكر كل السلطات وبالتالي هو اللي يعمل السياسة، أما بقية الوزراء هو مجرد قطع غيار أو مجرد أداء فني، يعني يقومون بالأداء الفني فقط. هذاك علاش ما نلاحظوش تم تجديد في مستوى الاختيارات السياسية أو الكفاءة السياسية. الأمر الثالث اللي هو الحقيقة لفت النظر في هذا التحويل أنه تم قبل شهر تقريبا أسبوع أو 10 أيام من الانتخابات، والانتخابات عادة محطة مهمة، نادرا ما يقع تحويل وزاري بهذا الاتساع، معناها قبل محطة قبل الانتخابات في مستوى انتخابات رئاسية. يعني لنفترض وهذا لفت النظر، نفترض أنه رئيس لن ينجح في انتخابات 3 أكتوبر، أنا الحكومة اللي جابها تكون عمرها قصير وقصير معناها جدا، لكن هذا التحويل حد يقول أن الرئيس عنده ثقة بأنه سينتصر وسيكسب معناها الأغلبية عن المواطنين تاع المصوتين له، وبالتالي هو وكأن المحطة الجاية ما عندهاش أهمية كبيرة من وجهة نظره ولن تعطل عملية سير الدولة. واضح. علاش الناس فوجئوا، كانوا يتوقعوا بان التعديل هذا سيتم بعد الانتخابات، اي بعد ما تستقر الامور وتتصحح الرؤى. واضح. لهنا يا سيد صلاح الدين الجورشي، كما قلت انت، هي تحوير اللي شمل عدد كبير من الوزارات، واحنا شفنا انه اشاك فوا صحيح قبل 25 جويليا كنا رئيس الحكومه هو اللي يعلن على التحويرات، نعرفوا انه فما اعلان ويمشي لرئاسه الجمهوريه ويقدم الملف ويتم الاعلان فيما بعد. الامور هذه كلها تغيرت من 25 جويليا وشفناها وقاعدين نلاحظوا فيها أشاك فوا أنه حتى قرارات الإعفاء بيان إيفيدامون تجي من رئاسة الحكومة، أنه التعيين يجي من رئاسة الجمهورية مش من رئاسة الحكومة، وهذا كل شفناه. ولكن يبقى أنه اليوم وإحنا على كما قلت أنت معناتها فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، يعني فترة باش تكون قصيرة جدا. اليوم التبرير متاع التغيير هذايا وإلا القراءة خاصة، وأنه أشاك فوا وين يكون فما تحوير إلا ويكون فما وإلا عزل يكون فما بتتخ ملف كبير سمعنا به فما بعض الإشكاليات. اليوم التقييم متاع العمل متاع عدد كبير من الوزراء اللي تم التحوير متاعهم، نعرفش معناتها شنو التقييم وعلى شنو قائم هذا التحوير فيما عدا سد الشغورات في بعض الوزارات اللي كان هنالك من يترأسها بالنيابة.
أنا حقيقة معناها كي نتأمل وإن شاء الله ما يخرجش في خاطرهم كما يقولوا، أنا في رأيي معناها رئاسة الجمهورية متخوفة من انتخابات 6 أكتوبر، متخوفة لعدة اعتبارات وعدة أسباب، لكن لعل أهمها هو أولا معناها هناك شعور بأن المواطنين معناها أصبحوا غير مقتنعين بالأداء السياسي والإداري للحكومة وللناس يتحمل المسؤولية سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي. وهذا يعود إلى ربما يرجعنا إلى كلمة سابقة وخطاب سابق معناها للرئيس عندما معناها وصف معناها الوضعية بأنه صالح وثمود، معناها الرئيس يشعر بأنه وحده وأنه مثل يعتمد عليهم يطلعوا ما همش في المستوى المطلوب، وأنه معناها هو يتدخل باش يسير بعض الأمور البسيطة والجزئية على مستوى ولاية أو على مستوى معناها معتمدية، وبالتالي يشعر الرئيس بالوحدة ولأنه مش عارف من يختار وما هي الكفاءات التي يجب أن يعتمد عليها، فبالتالي خايف أن هذا الركود، هذه أزمة الثقة، هذا العزوف عن مش عن السياسة فقط، عن الأداء، عن الدولة، عن أجهزة الدولة والمسؤولين عليها، فيحاول الآن أنه يرج أو يحاول يعمل حدث لعله يلفت النظر للمواطنين يقول لهم راني أنا ما زلت موجود وأنا يزكت الخفية وأنا 6 أكتوبر بالنسبة ليكم راهي عملية مواصلة للإنقاذ. الأمر الثاني اللي هو مهم في هذا هي أن الرئيس كذلك الأداء أو الحصيلة متاع السنوات الخمس اللي تعدت وخاصة السنوات الثلاثة اللي كان هو قرر فيها بكل مؤسسات الدولة وبالقرار، فالحقيقة نجم الوعود وهذا ما أكدته وهذا ما أكدته معناها بعض الجمعيات وهذا ما تلاحظوا من غير ما تحتاج إلى دراسات وتقييم وكذا، نلقاو الحصيلة ضعيفة بالنسبة إلى رئيس الدولة يريد أن يجدد عهدته، يريد أنه يواصل الحكم خمس سنوات أخرى. الناس ثم برشا ناس يحبوا الرئيس ينظروا له معناها كنظرة إيجابية ولكن يخموا ويفكروا ويقدروا الأشياء وكذا يشعروا بأن الأداء ضعيف، الريتم على التسيير معناها ضعيف، ثم لما يشوفوا الوعود اللي كانت وعود فخمة وكبيرة ويشوفوا في نهاية الأمر على مستوى الواقعي العملي ماذا تحقق من تلك الوعود يجدوا أن هناك مسافة ومسافة كبيرة. هذا بطبيعة الحال يجعل الرئيس وهو مقدم على هذه الانتخابات رغم هناك برشا كلام يتقال حول طريقة التسيير وحول كيفاش باش تتم الانتخابات مع اعتراضات كثيرة، لكن مع ذلك لو تيرد هذه الحالة سنجد بأن الرئيس متخوف في أعماقه في من هذه الانتخابات، من هذه التوقعات اللي يحدثها خصومه ومعارضه، فبالتالي الحقيقة هذا التردد وهذا عاملان أساسيان يجعل تسرنا على الأقل جزء هام من هذا التحويض. واضح، شكرا لك سيد سلاح الدين الجوشي، شكرا على كل هذه التوضيحات. هذه قراءة أولية مبدئية في التحوير الوزاري والحكومي صح التعبير اللي صار البارح، سختنا مش كلنا عودة بأكثر تفاصيل في بقية برامجنا ينتمو في لو غراند إكسبريس. خليكم على ليكوت، مواصلين معكم في إكسبريسو حتى للتسعة متاع الصباح.